السلام عليكم. اليوم نروح للولاية عنابة، المدينة عنابة، لنقف على المشروع نتاع المحطة البحرية نتاع مدينة عنابة، واللي درنا عليها عدة فيديوهات. الآن رانا دخلنا في المرحلة تاع التجهيز نتاع المحطة هذه، ونشوف أنه يعني حتى ولو تعتبر يعني من ناحية العملية فهي محطة إيجابية، حاجة مشروع مليح وكذا وكذا وكذا، لكن الهندسة والتصميم يعني قديم، ما عندناش نفكروا. احنا المحطات بصفة عامة برية ولا بحرية ولا جوية لازم هي مكان للالتقاء نتاع المسافرين والعائلات نتاعهم وكذا، لازم يكون فيه مرافق نتاع تجارية ومرافق ترفيهية وفيها فضاءات خضراء. هذه هي المحطات الآن العصرية، يعني بالتصميم، مش حتى قضية التصميم، قضية الفلسفة، الكونسبت. اون ستاسيون سي ان ليو دو رونكونتر، فيه محلات تجارية، فيه محلات بيع الملابس، فيه مقاهي، فيه محطات في العالم بأسره. السلطات أو الشركات اللي تسير المحطات هذه واللي تبني المحطات تستغل الفضاء هذا لأغراض تجارية وأغراض ترفيهية وأغراض، مش غير كابين دو فواياجور ونتلاقاو الطنوبيلات كرا شوية كراسة وخلاص درنا محطة. لازم الفلسفة هذه تتغير، لازم تتماشى مع واش راه صاير في العالم. المحطات في العالم بأسره فيهم فضاءات نتاع ترفيهيه تجاريه، الانسان يحب يشرب قهوه، يحب يشري جورنان، يحب يريح يقصر، يحب ما فهمتش انا، يحب يجي يفطر يتعشى. لازم تكون مرافق وتكون المحطه تكون كبيره واسعه اكثر من اللازم، تكون فضاء رحب مش اونغار ضيق الناس دايره لاشين باه تشري التيكي وهذاك اللي مقابلهم قاعد في الطابله شاد القهوه ومحاشر روحه في وسطهم. لازم يكون فضاءات واسعه. المهم ان شاء الله تتغير العقليه هذه ونروحوا نكوبي ونديروا واش داروا ناس اخرين في اماكن اخرين. احنا بكري كنا في ليكو، اللي ما يعرفش يقرا يكوبي ما يجبدش من راسه، ما تعرفش يا خويا. شوف الناس كيفاش راهي في العالم، كيفاش راهي دير المحطات هذه وتتبعوا عليهم. لا اله الا الله. السلام عليكم.